اهلا بيكم في الحلقه الثالثه. ايه هي المعوقات اللي بنقابلها من نهايه المينا واللي بتزود من زمن الافراج عن الشحنه؟ مصر فيها 15 مينا تجاريه، مينا اسكندريه، مينا الداخله، دول تابعين لهيئه مينا اسكندريه، ومينا دمياط دي تابعه لهيئه ميناء دمياط، وهيئه مواني البحر الاحمر اللي بتضم ميناء السويس، مينا حوض النيل، مينة الغردقة، مينة نويبع، مينة شرم الشيخ، ومينة السفاجة، والمنطقة الاقتصادية بتضم مينة بورسعيد، ومينة شرق بورسعيد، ومينة العريش، ومينة الأدبية، ومينة السخنة، ومينة الطور. تركيزي هنا هيبقى على مينة اسكندرية ومينة الداخلة، وده هيبقى لسببين. أول حاجة، مينة اسكندرية ومينة الداخلة هم أكبر مينتين في مصر، لأن بيمر عليهم أكتر من 60% من تجارة مصر الخارجية. السبب التاني ان المنتين دولت انا اشتغلت فيهم بايدي، فاي مشكله انا هحكيها دي هتبقى عن تجربه شخصيه انا مريت بيها. هيئه المينا هي الجهه الام اللي بتحتضن كل الجهات المسؤوله عن زمن الافراج عن الشحنه، فهي اللي بتوفر لهم الاماكن والمباني والبنيه التحتيه والاجهزه والسيرفرات وجميع التجهيزات اللي تخليهم يقدروا يقوموا بعملهم. وفي التطوير اللي قامت بيه هيئه المينا من 2006 ل 2010، لما قام وعمل اللوجستيات وفكرة الشباك الواحد، في الفترة ديت كانت هي العصر الذهبي للمينا. خليكم فاكرين المصطلح دوت عشان لما اجي احب اضرب مثال عن تطوير حصل في الجمارك قبل كده. لما اقول العصر الذهبي للمينا يبقى هي الفترة ما بين 2006 ل 2010، وفي الفترة ديت هيئة المينا دخلت تكنولوجيا جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، ودي ساعدت على تطوير المنظومة، زي انها دخلت السكانر وطبع الليزر وشاشات العرض والفيديو كونفرنس. لكن مع مرور الوقت الاجهزة بتقدم وبتستهلك وبيجيش مكانها جديد، زي مثلا في واردات الداخلة كل موظف ليه الطبعة الخاصة بخدمة اللي بيقدمها. مع مرور الوقت الطبعات عطلت واستهلكت، والمجمع كله بقى شغال حاليا على طبعة واحدة بس، فبقى الحمل كله على الطبعه ديت، وبنبقى قاعدين مرعوبين ان الطبعه تعطل كالعاده يعني. فرحتنا بان الطبعه لما بتشتغل بنفس فرح السبعاوي لما اشتغل المكنه. اسمعوني، طلعت خير، طلع منها خير، اشتغلت والله، واشتغلت اشتغلت والله، واشتغلت اشتغلت. اللي قال لي يا فوزي، هي الطبعه بتشتغل بايه؟ بتشتغل بالورق. ورق ايه يا عم؟ مفيش ورق في الطبعه اصلا. تصدقوا من اسباب زياده زمن الافراج ان طبعا ما فيهاش ورق؟ فاحنا بقى نعمل ايه؟ مثلا يكون مثلا عندي افراج نهائي من الوردات اللي هو عباره عن ورقتين، طبعا ما فيهاش ورق، فاروح اشتري 10 ورقات احطهم في الطبعه، فالطبعه تطبع 10 ورقات، واكون الورقتين اللي انا مستنيهم يتطبعوا ما انطبعوش لان الطبعه واخده اوامر طبعه قديمه. فبنضطر نلجا للحل التاني، وهو يا جماعه اللي عايز ورق ينطبع هنضطر نشتري رزمة ورق، فياريت عايزين نشارك بأي حاجة. أستاذ عايز تطبع ورق؟ شارك لو سمحت. ماشي. وأنت يا مدام أي حاجة بس شاركي بأي حاجة عشان بس نجمع ورق. أنت يا كابتن عايز ورقك يطبع؟ ماشي يلا. طب الأخ إيه يا عم ده؟ ده أنا هنهزر. وطبعا على بال ما نجمع 60 جنيه تمن الرزمة وحد فينا يتطوع ويروح المكتبة ويشتري الرزمة ويرجع بيها المجمع ويحطها في الطبعة، تكون الطبعة أخدت يجي 200 أمر طباعة بإجمالي ورق الرزمة كلها. تخيل أنت بقى وقتها التكدس السكاني اللي حوالين الطبعة اللي هي أصلا مفيصة، وأول ما الطبعة تشتغل والورق ينطبع يحصل الهجوم بقى. واحد عايز الإفراج النهائي بتاعه، واحد عايز الإفراج تحت التحفظ، والأخ عايز قسيمة تحصيل الرسوم، واحد الأخ التاني عايز إشعار تحصيل الرسوم، وواحد عايز يطبع لجنة، وواحد عايز طلب فحص. موال يابا. طبعا بيحصل هرجلة وورق بيضيع وبيقع في الارض، ولو استلمت ورقك وخدته سليم فرحتك هتبقى بنفس فرح السبعاوي برضه، بس بعد ما المكنة لما جابت قماش. طلعت قماش. على فكرة الموقف ده بيحصل وبيتكرر خلال اليوم،
مش في الرياضات بس، وفي الجمارك كمان لما يجي اطبع الافراج الجمركي. اللي اقول يا فوزي، نحل مشكله الورق والطبعه دي ازاي؟ في طريقتين حل، في طريقه سهله وفي طريقه سهله قوي. نبدا بأي واحده فيهم؟ نبدا بسهله قوي، اننا نرجع زي ما كنا ايام العصر الذهبي، ان كل موظف ليه طبعه بتاعته بالورق بتاعها، ولو في مشكله من ناحيه التمويل ممكن الرسوم تزيد حاجه بسيطه بصفه مؤقته لغايه ما توصل للمبلغ المطلوب لشراء الاجهزه الجديده. اما بقى الحل السهل، ان احنا مش محتاجين لا للطبعه ولا للورق، يبقى التوجه كله الي، ونقلل من المستندات اللي ملهاش لازمه، زي مثلا اشعار تحصيل الرسوم دوت. لازمته ايه؟ ما هو المبلغ ما بيتسدد بيبان على الجهاز انه تم السداد، وعندك طلب الفحص ممكن يتلغي، ويكتفي ان انت تعرف رقم الطلب بتاعك، وافراج تحت التحفظ والافراج النهائي مش محتاج الطبع، لان الواردات مربوطه بالجمارك، والموظف الجمرك لما بيفتح الجهاز عنده بيظهر ان انت اخدت موافقه بالافراج. وعندك اختيار مراقبه الاغذيه او اي اختيارات تانيه، ما تبقى اليه. يعني حكايه الورق ديت قدمت قوي ومبقتش موجوده الا عندنا. الورقه الوحيده اللي ممكن تنطبع هي قسيمه التحصيل عشان احسب بيها العميل. طب اقول لك على حاجه، حتى قسيمه تحصيل الرسوم مش محتاجه تطبع، لان السداد المفروض كله يتم على عمليه واحده، ودي بقى تفاصيلها هتبقى في الحلقات الجايه ان شاء الله. الاسكانر برضه اصابه الاهلاك. في العصر الذهبي كان الموظف بيبعت مسندات الشحنه كلها من خلال الفيدر، يعني الورق كله كان بيتسحب على مره واحده، والعمليه دي كانت بتاخد معاها اقل من دقيقه. دلوقتي الفيدر عطل، والموظف بقى يضطر يبعت ورقه ورقه، ولو هو في حظه جاء في شهاده تقيله ورقه كتير بان عبوه مثلا 20 صفحه او 30 صفحه، يبقى شهاده على اقل حاجه هتاخد نص ساعه معاه، وده طبعا هيزود من زمن الافراج عن الشحنه، لان انت بدل ما يبعت خلال اليوم مثلا 100 شهاده هيبعت 30 شهاده بس، وال 70 شهاده التانيين هيتاجلوا اليوم اللي بعده. بقدم تحيه لجميع العاملين بهيئه المينا، وفقكم الله لما فيه الخير والاصلاح، وبقول لهم احنا كلنا شركاء في التغيير. موضوع هيئه المينا لسه ما خلصش، لكن عشان مده الحلقه انا قسمتها على جزئين. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. وان احسنت فمن الله، وان اسات فمن نفسي ومن الشيطان. كان معكم احمد ابو عرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.